ما تعرض له الشعب الفلسطيني عام 48 لم يكن مجرد حدث عابر في حياة الشعب، ولم ينتهي الأمر عند اقتلاع الفلسطيني من أرضه وتشريده في أصقاع العالم، بل لحق ذلك مآسٍ اجتماعية وإنسانية واقتصادية جعلت النكبة تتكرر مرات عديدة. لكن السؤال الذي يلح على الأذهان، هل استطاع الفلسطينيون في تجمعات الشتات الحفاظ على درجة من التماسك الاجتماعي وعلى هويتهم الوطنية؟ نفس هذه الظروف يعني اللي حافظت على هويتهم، يعني الظروف القهرية اللي بيعيشوها والظلم اللي بيعيشوه والتفرقة حتى العنصرية بين من العرب أنفسهم، يعني فرضت عليهم الاحتفاظ بهويتهم كلاجئين. ورغم وجود الكثير من الخصائص المشتركة، إلا أن هناك فروقات بين اللاجئين لا يمكن تجاهلها. الباحثون في هذا المؤتمر افترضوا أن اللاجئين ما زالوا يشتركون في خصائص فكرية واجتماعية ونفسية فرضتها الظروف المعقدة التي يرضخون لها. مداخلات أكاديمية وكمان من قبل ناشطين ولاجئين إن شاء الله يساهموا. 15 باحثاً أعدوا أوراقاً حول أوضاع اللاجئين، وسيناقش المتحدثون على مدار يومين وجهات النظر المتغيرة حول اللاجئين وارتباطهم بالمخيم وتحديات الحفاظ على الهوية. الواقع الفلسطيني واقع تشريد للإنسان الفلسطيني، خصوصاً ونحن نرى ونشاهد ونعيش أزمة الإنسان الفلسطيني في أماكن وجوده في المنطقة العربية، وخير دليل على ذلك وضع إخواننا الفلسطينيين في لبنان. وقد جاء تنظيم هذا المؤتمر ضمن مجموعة نشاطات أطلقتها وحدة الهجرة القسرية واللاجئين في معهد إبراهيم أبو لغد بجامعة بيرزيت. أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس. القدس.